سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخرجه. الصراحه ما كانتش كاع في، يعني ما كانش في البروغرام ديالي. صافي قلت علاش لا، مشيت شديت ولدي من المدرسه وقلت نخرج انا وياه ونخرج نتغداو مجموعين انا وولدي، رغم ان اليوم عيد الميلاد ديالو. ما ساليتش باش ندير ليه شي تورته ولا شي حاجه هكا في الدار مع صحابو. كنت غنخرج انا وياه الراس في الراس. المهم خليكم معايا وان شاء الله نخرجوا نمشيو للمدينه ونمشيو للسوق الى كاين الى بقينا باقي الحال. المهم خليكم معايا غتشوفوا الفيديو حتى الاخر ديالو. عبارة على خديت انا هذه، عبارة على بحال كما كنقولوا الشوربة بفواكه البحر. اول مرة الصراحة غناخدها، ما عرفتش كي دايره في المذاق. المهم داكشي المكونات اللي فيها انا كنظن غتكون بنينه.